هذه المرة الرابعة على التوالي أعلن لمتجر عزيز لأنه آمن ومضمون من الباند والثقة 100% وخدمة على مدار اليوم ل 24 ساعة يقبل جميع طرق الدفع من ضمنها الباي بال. كل التفاصيل تحت في الديسكريبشن. السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا شباب؟ أهلا بكم يا جماعة الخير في مقطع جديد. اليوم عندنا ألتيمت تيم. من زمان ألتيمت تيم يا ولد مبطين عنا يا ولد. عندنا اليوم نصف ريال مدريد ونصف برشلونة طبعا، أو أقوى لاعبين نزلوا في التشكيلة الإسبانية من ناحية برشلونة ومن ناحية مدريد. خلينا نشوف. هنا عندنا في الحراسة تير ستيجن وراموس الأزرق حق تيم أوف ذا يير ومارسيلو، أوكي، وهنا بيكي، وعندنا سيرجيو روبرتو اللي بالمناسبة مرة عجبني يا ولد، وكازيميرو وإسكو وكروس. لوتك قارنون الزرق حقين مدريد والزرق حقين برشلونة في لعيبة الوسط، حتشوفون انه مدريد افضل بكثير، اوكي. وعندنا لوزيتو بضروس وميسي والدون كريستيانو رونالدو. الاحتياط حطيت ريال مدريد القديم، بس ما اعتقد اني راح استخدمهم. طيب نشوف الان يا شباب الكفة ترجح لمن، ترجح لمدريد ولا برشلونة من ناحية لعب ومن ناحية صناعة اهداف وتسجيل اهداف. انا ما راح اتعمد اني اشوف اللاعب فاتح لي بناول، كريستيانو فاتح لي اعطيته، ميسي فاتح لي اعطيته، كروس من برا بشوت. اوكي يا جماعة الخير، لا تنسون تضغطون زر اللايك جماعة الخير بداية المقطع، عطنا المباراة الاولى يا حبيبي وخلنا نستمتع. ليتس جو. للامان هذا يلعب بخطة غريبة 4-4-2، ما ادري انا ما اذكر اخر واحد لعب فيها ايام الفوت شامبيون، يعني زمان مره، بس بنجرده على بركه الله. هنا بالكره نحو الامام ميسي من البدايه، نو بفروس خارج السيطره، صح روح ميسي هرب خلاص، جول اضمن يا ميسي، اضمن يا ميسي، يعاني يا ميسي يا شيخ، الله مثل اقواله يا شيخ، وشنب شنب يا ميسي، الله عليك كاسيميرو، توني كروس، ليونيل ميسي، وينطلق بالكره الى الامام. اوبا حرام جول، حلو راح والله. ابو دروس بيشاركهم، يو قدم بالكره نحو مناطق الخصم، سواريز يتقدم، سواريز فرصته، يلا انهي، الله على الكول، الدون 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 الدون، هنا 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 هنا، الله عليك كازيميرو يا ولد، والله مجنون عيال كازيميرو، ارهب في مكان خطير، حلو حط عدون، غبي انا غبي. شوط اول حليو مره يا ولد، كريستيانو ينطلق، كريستيانو بدات هجمه الان، عمري يا سلام، كيف يا اخي لويس سواريز، كريستيانو كره بينيه خطيره، ابو دروس زيه يا عيني، مرات الصقاطيات يا عيال، لو 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 لو، الله عليك الله، والله انسحب والله ما لومه. في هذه المباراة في تعادل يا اخوان، لانه الدون صنع هدفين وسجل هدف، وميسي وسواريز سجلوا هدفين وصنعوا هدف فقط واحد، يعني من جانب برشلونة ومدريد. نشوف المباراة اللي بعدها وش يسوون. يلا الخصم اوكي حلو، عنده اغويرو وعنده سونالدو وعنده محمد صلاح قدام، يعني في شوية منافسة، يعني شوية شوية شوية، اوكي على بركة الله. لان تبدا دفاع كبير باتجاه المرمى، يلا كروس عمري، تسويب لويس سواريز، يتقدم فيها، يقترب ولعب الشوت، ميسي حطها في الزاويه اللي هناك، ميسي تقدم فيها، ميسي انطلق، ميسي راح، سيرجيو روبرتو، ليو ميسي، تصل الكره لتوني كروس، الله الجول يا عيني يا عيني، أنا ما شفت الكورة، سامحوني يا شباب إني ما غيرت الكورة، والله من زمان بغيرها، أنا ما كنت أشوف الكورة أساسا، يعني أقول الكورة وين، بس أشوف اللاعب بيركض فيها خلاص أعرف إن الكورة معاه، الله عليك بدري عادي يا أخوي، خلني استمتع. أوه ماي جاد، يا رب معك تشكيلة قوية. أوه كويس والله معك رويس وسط، عنده سواريز وعنده ميسي، بس ودفاعه مرة منتهي. ضربة البداية لهذه المباراة، هذا اللي ما حسبنا حسابه، شفيكم يا عيال، اوه ماي جاد اوه ماي جاد، ايوه كذا
كذا الان قول لي منافسه اقول لك ايوه يلا ليتس جو يلا. هذه الكره يا شباب باينه اكثر من البيان. المساحه امامه لارسال كره عرضيه. ديليا اللي بيلعبها اوكي. لويس سواريز كريستيانو رونالدو كره مع يلا يا دون ركب يا دون يا عيني يفتح المباراه على كل سلام 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 يا انسحب مهارات ده مارسيلو كبير مارسيلو قطعه هو طايح والله لعبت عليه والله ما كان فاهم ايش بسوي ما تمشي عليه ذي والله مع انه دفاع انشق للامانه لا يا احمد تعطي كور بلاش زي كذا من اول تراك فرصه كبيره وانطلاقه نحو الامام لا والله مسوي لعيبه الكلب يا الله حارس المرمى بيلعب للكره للمهاجم رؤيه ممتازه يلعبها في الخلف يلا دون بالله سكت هذا سكت ذا يا شيخ مسوي لعيب يا ولد القم بس القم 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 وهدي هدي يا متحدد دون هنا يا شيخ يا عمري مسوي لعيب عيال ومهارات وذا ينرفزني كذا اسكو ايوه اتفرج عليك انا يلا يلا روح سوي مهارات سوي مهارات جو هناك روح سوي مهارات ايوه طلع الكوره ليه غريبه الحلقه اليوم غريبه واحد يطلع واحد ثاني يفوزني سيرجيو راموس فرانشيسكو اسكو فرصه مع ترى ترك اليد يا شباب رونالدو خطير رونالدو امام المرمى ممكن يسجل دييغو ارماندو مارادونا يا عمري يا توني كروس فكها من مارادونا تعدل الكره الان على الجميع روح يا ناس والله ما حد يجيبك يا سلام يا اسكو روح يا دون يوه أبعرفها بس ما إيش لم تزبط ما هذا لازم نصفها خمسة عيال السعر المرور امشي يا شيخ والله سيرجيو روبرتو يا أسطورة جنون ما تمشي ما تمشي ما سا حركاتك دي ما تسوي علي الله عليك كرة ما كان يتوقعها حد تسديده من مسافة بعيدة بتعدي بجانب المرمى كاسيميرو توني كروس الله ميسي يا عمري الله هالجول مستحيل يا ميسي مستحيل يا ميسي هدي هدي بالسين المتحدي طلع سحب سميها حلقة الانسحابات نشوف الآن الكفة حق الدون سجل 3 أقوال وصنع جول وميسكو خلاص حقي مدريد يفوزون في هذه المباراة يعني انهم اكثر صناعة وتسجيل بس هدف ميسي عن 5 أهداف صراحة حقين برشلونة فازوا ميسي عشان جول حلو والله يعطيكم العافية يا جماعة الخير على المشاهدة أتمنى أنكم استمتعتوا بالمقطع لا تنسون تضغطون زر اللايك وتتابعون حساباتي تحت تشترك إذا ما كنت مشترك في القناة والآن عطوني يومين ما بلعب فيفا لأن أمس منزل فيفا وهذا اليوم فيفا فبكرة يعني خل ننوع كذا لعبتين حلوة اقترحونا تحت في التعليقات سلام عليكم